اللي راه هاي غير شي هادي بالما ومواجهه جحافل الغزاه للدراسات والبحث في تغييرات سلميه في باريس وضواحيها. غير ان المساله الاولى حتى لا ننسى رساله الشهداء والمجاهدين. الرساله الثانيه لم يتخلى يوما الشعب الجزائري عن الالتفاف لا بثورته ولا بقادته ولا في مختلف المحطات الحاسمة التي لبى فيها النداء وكانت على رأس ذلك جموع الشباب. الرسالة الثالثة وهي أن يعي الشباب اليوم أن مرادنا والقصد من إحياء مثل هكذا مناسبات هي ليس بالرجوع إلى الوراء كما يعتقد بعض، علاش راكم تفكرون في الماضي؟ نتذكر الماضي لأنه هو أساس المستقبل.